يسعد صباحكم ويسعد مساءكم وأهلا وسهلا فيكم في مطبخ نادية. اليوم أنا فكرت بدي أشارككم إنه نعمل سوا وجبة إفطار. في ناس كتير بتسألني طب إحنا بدنا الوجبة كاملة، وعشان هيك أنا ابتديت إنه أحط في بعض الفيديوهات إنه كيف نحط الوجبات أو إنه بعمل وجبة وبفرجيكم كيف لما بجمعها. لذلك اليوم رح أعمل أول مرة أعمل يعني كوجبة إنه ممكن تكون إفطار أو عشاء خفيف، فحنعمل سوا وجبة إفطار خفيفة من البيض ومن المشروم ومن السبانخ، وخلينا إحنا نروح على المطبخ ونشوف كيف نعملها. المكونات الأساسية هي عبارة عن سبانخ، مشروم، كوسة، بطاطا حلوة، 4 بيضات، قرفة، ملح وفلفل، وحزيد شوية فلفل حار يعني حتشوفوا، بس هذا اختياري، وبصلة. وخلينا هلأ نبتدي نعملها سوا. أول إشي رح أبتدي إني أنا أعمل يعني خضرة حتى إنه أخلي الصحن مشبع، مش بس بيض وسبانخ. فأنا حبيت إني أضيف الكوسة، هنا هحط عليها شوية زيت زيتون، رشة ملح، رشة فلفل أسمر، وهذا فلفل حار، وطبعا هذا اختياري. بعدين بقلبهم وأصفتهم في الصينية، ورح أجيب البطاطا الحلوة يومي، أنا بحب البطاطا الحلوة على فوائدها الموجودة. وهنا راح أضيف عليها شوية زيت زيتون، شوية ملح، فلفل أسمر، وطبعاً لازم القرفة، يعني القرفة بتعطيها هيك طعم خطير ولذيذ. هنا راح أحط الفلفل الحار وهذا اختياري برضو، والبابريكا بتعطيها طعم برضو هيك لذيذ. وراح أخلطهم وراح أحطها على الصينية، هحطها في درجة حرارة 300، طبعاً هتاخد يعني بيعتمد من فرن لفرن من 20 لـ25 دقيقة. وهلأ خلينا نبتدي في خلطة البيض. هنا راح أجيب مقلة وأحط عليها من الزيت، أنا استعملت زيت الأفوكادو. وبعدين راح أحط البصل وراح أقلبه شوية، هياخد تقريبا 10 دقايق أو أقل يعني لحسب، لحتى ما يوصل لأنه يكون شوية هيك كريمالايزد أو تحمر. بعدين راح أضيف عليهم المشروم، المشروم قطعته شرائح حتى أنه يكون سهل أنه هم يتقلبوا، راح أقلبهم. بعدين راح أضيف عليهم شوية ملح وفلفل أسمر، يومي ما أزكاها البصل مع المشروم رهيبة، وفلفل حار. بعدين راح أقلبهم شوية، حتاخد وقت برضو، يمكن تاخد تقريبا شي 5 دقايق لـ7 دقايق. راح أفرجيكم أنا لوين راح توصل لحديت ما تصير شكلها هيك، يعني هادي فعلا إنه يومي أنا يعني ممكن أوقات لهنا أوقف وأكلها يعني. بس خلينا نكمل، وهنا راح أزيد السبانخ. طبعا السبانخ بركة، بس كلنا بنعرف السبانخ هلأ راح يصير يدوبك يعني لونه باين أو كم ورقة فيه. في هاي الحالة أنا بحب أغطيه شوية يعني دقيقتين لحتى ما يدبل السبانخ مع البخار، وبعدين بقلبه. وهنا بكون تقريبا دبل يعني السبانخ، واللي راح أعمله إني راح أفضل يعني تقريبا أقلبه، هياخد كمان دقيقتين بس، لأنه زي ما أنتوا شايفين يعني سهل كتير وما بده يعني إنه وقت كتير حتى يستوي. والسبانخ يعني أنتوا عارفين فوائده وخلطته مع المشروم رهيبة. بعدين راح أسيبه تقريبا شي 3-4 دقايق، وحفرجيكم كيف شكله راح يوصل حتى إنه هو يكون يعني جاهز لإنه أضيف عليه البيض. زي ما أنتوا شايفين يعني ما شاء الله يعني كمية السبانخ تقريبا راحت، وهلأ هو جاهز واستوى. فأنا كل اللي راح أعمله هلأ هعمل فراغات، بحس اني هلا لما افقش البيض فيه يكون تقريبا يعني فيه وسع حتى ما يغوص على الوجه كله، فهحط انا البيض في الفراغات اللي عملتها. بعدين بوطي النار عليها وبغطيها. يعني هاي قديش بالضبط رح تاخد رح تشوفوا من شكل البيض رح تعرفوا، رح افرجيكم انا الخطوة اللي بعدها كيف شكله بيكون حتى تعرفوا انه امتى يكون استوى. وهي هذا قاعد يمكن تقريبا 3 دقايق بس لسه أنا شايفة شفاف البيض، فبيكون لسه مش مستوي. هلا بس أعطيه كمان دقيقتين وهيو هيك خلص. يعني شايفين كيف بده يكون إنه استوى ومع البخار رهيب لذيذ جدا. وهيها خلصت، وهلا خلينا نروح نشوف الخضرة حتى إنه نجمع الصحن مع بعضه. وهي الصينية خلصت، يعني شوفوا بس مجرد إنه أنا أضيف يعني عناصر غذائية مع الصحن، وهذا يعني حيعطيها طعم كتير لذيذ. البطاطا الحلوة رهيب رهيبة، وكيف شوفوا كيف احمروا. فهلأ خلينا نشوف آخر الصحن، وهي آخر الصحن يعني فعلا يعني إفطار بيشبع
وكمان مغذي. يعني شوف السبانخ، البيض، البطاطا الحلوة، يعني في عنا البروتينات، في عنا الألياف، في عنا كمان اللي هو الكربوهيدرات هذه الصحية. فالواحد ممكن إنه إذا أفطر هذا الفطور صدقوني يعني يقعد ممكن 6-7 ساعات وهو شبعان، لأنه هذه البطاطا الحلوة بتشبع ومغذية جدا جدا. والكوسة هاي رهيبة، يعني أغلبها هي يعني مكوناتها من المية، فبالتالي كل هذا الصحن بيساعد على إنه الإنسان دائما يأكل هو شبعان ومرتاح ومبسوط. وإن شاء الله يعجبكم، وحطوا لي أراءكم أنتوا تحت الفيديو، وما تنسوا لايك أند سبسكرايب. إن شاء الله أراكم في فيديو آخر مع أكلة صحية تانية في مطبخ نادية. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.